كثير من الأشخاص بيعانوا من ضعف البصر يلا وبيلجأوا إلى جراحة الليزك، ولكن ليست جميع الحالات بتتناسب مع هي الجراحة. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتورة فادية شموط، اختصاصية بأمراض العين وجراحتها، عضو الجمعية الدولية للجراحة الانكسارية. يسعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم، وصباح الخير لكل الشعب السوري. أهلا وسهلا فيكي دكتورة. بالبداية يمكن كان لنا مواضيع عديدة نحن حول آلية الجراحة بشغلات بالليزر أو الليزك. العالم بتتساءل إنه شو هي آلية الجراحة بالليزك. خلينا نعرفك شوي المشاهدين عنا بشكل مفصل. نعم، هلأ الليزر هي طريقة طبعا مبتكرة بتطبع على قرنية المريض من أجل تصحيح العيب الموجود بالقرنية، سواء كان نقص أو انحراف أو مد. قبل ما يكتشفوا الليزر كان من المعروف شيء اسمه تشطيب قرنية. كنا نعمل تشطيب قرنية يدوي، يعني كان في عنا مشارط ألماس نعمل فيها تشطيب للقرنية، يصلح فيها بعض درجات النقص، ما يصلح طبعا لا المد ولا الانحراف، يصلح أكثر شيء موضوع النقص. بعدين تطورت الأمور، صار في عنا شيء اسمه الليزر أو الليزيك. هلأ الليزر اللي نحن عم نطبقه على القرنية في له طريقتين. في الليزر واللي هو البي ار كي اللي هو اختصار للفوتو ريفراكتيف كيراتوتوني، يعني تقطيع او تشطيب القرنيه بالليزر. وفي عندنا الليزك اللي هو بنعمل فيه نحن شريحه، بنقسم القرنيه، بنعمل فيه فلاب، بنقلبها وبنطبق الليزر على الطبقه العميقه من القرنيه. هي الطريقه طبعا بيخضع لها كل مريض يرغب بالاستغناء عن النظاره. الليزك ما له هو حل لكل واحد بده يصحح نظره. يعني احيانا كثير بيجينا مريض انا بدي اصلح نظري، انا ما عم شوف. مو كل مريض ما عم يشوف هو الليزر هو الحل الوحيد له، لا، هو حل لبعض الاشخاص بعمر محدد بده يكون بين 18 وال 40 سنه، او اللي هي في حالات نشتغلها بعد ال 40 لكن حالات قليله، وبتصلح درجات محددة بشرط تكون باقي أوساط العين سليمة. يعني أنا مثلا مريض ما بيصير أنا أشتغل لمريض عنده مي بيضة يجي له والله أصلح لك النظر بالليزك، هذا له طريقة ثانية. نعم، نحكي عليها بعد. طيب دكتورة، يعني في أشخاص معينين مثل ما بتقولي في عمر معين ممكن بس اللي عنده النقص أنه هنا يعملوا هي العملية، أما اللي عندهم انحراف أو مد ما ممكن. لا طبعا، إحنا حكينا على التشطيب اللي تماماً. كان ما يصلح. أما هلأ أما الليزك، هلأ في عنا الأجهزة الحديثة بتصلح درجات نقص لحد 9 أو 10، انحراف بيصلح لحد 5، المد بيصلح لحد 5. هلا بالأجهزة بيقول لك إنه بيصلح أكثر، بس نحن من خلال خبرتنا لقينا إنه معظم الحالات أكثر درجات مد عم تصلح أكثر من 5 قليل، ما في عنا حالات يعني صلحنا فوق 5. عنا الانحراف نفس الشيء ممكن يصلح لل 5-6 ماكسيموم، النقص بيصلح أكثر. طبعا نحن بشرط يكون المريض تجاوز 18، وأنا بفضل طبعا للشباب إنه يتجاوزوا 19، وبشرط الشرط الثاني اللي هو ثبات الدرجات. يعني أنا تماما كيف نحن بنعرف إنه هي الدرجات ثابتة عندهم ما تمام. ما بدنا بزيادة. أنا جاني مريض عمره 16 فحصته، إجا قال لي بدي أعمل أناليزك، بفحصه طلع عنده فرضا ناقص 4 درجات. أوكي، أنا بدي أعمل، بقول له لسه بكير لل 17 بتجي بتنفحص عندي، أو بعد 6 شهور تعال فحص، بفحصه كل 6 شهور. أنا إذا لقيت إنه كل 6 شهور درجاته ثابتين، يعني ما في تغيير بالدرجات، بستنى عليه ل 18، لقيته بين ال 16 و 18 هالناقص 4 ما زادوا أبدا، بلجأ للطريقة الثانية اللي هي الصورة الطبوغرافية. بصور صورة طبوغرافية لقارن لشوف السماكة عنده، في عنا معالم محددة اللي هي الكيريدينج، الوجه الأمامي، الوجه الخلفي من القرنية، الأفرج، إذا كان كله طبيعي وبتناسب مع درجاته ساعتها أنا ممكن ألجأ للعملية وأعمله تصحيح نظر. أما إذا أنا لقيته أنه هالشاب أو هالصبية كل ما عم يتقدموا بالعمر، يعني صار عمره 17 18 19 وما زالت الدرجات بازدياد، لو عم تفرق نص درجة أو ثلاث أرباع الدرجة ما نتسرع، لأنه نحن إذا تسرعنا بعد منها بده يرجع المريض يلبس نظارة. طبعا ما رح يرجع يلبسها كاملة، بس بجوز يجيني بدرجة
بثلاث ارباع الدرجه بدرجه ونص اللي انا مزعوج حاسس حالي انه رجعت راجع نظري. نعم، يعني دكتوره مع تطور العلم وخصوصي يعني التكنولوجيا اللي احنا عم نعيشها وصار في كثير اساليب متطوره وخاصه بالجراحات سواء جراحه العين والجراحات التنظيريه الاخرى، لكن في حالات مثل ما حكيتي عنها دكتوره انه يمكن ما بينفع مع الليزك، في اجراء ثاني ممكن ناخده بدل الليزك ولا لا بديل عنه؟ طبعا هلا صار في عنا كثير شغلات متطوره، يعني هلا نحن اول شغله اذا صورنا المريض وطلع عنده هالمريض فرضا قرنيه مخروطيه، هذا طبعا اكيد ما بنعمل له شيء اسمه ليزك، القرنيه المخروطيه ما بيتقرب عليها ابدا لانه اذا ساوينا ليزك رح تسوء الحاله بالعكس بزياده، يعني رح يبطل يشوف لا بنظاره ولا بلا نظاره. هلا في حالات اخرى القرنيه المخروطيه نحن ممكن نعمل له زرع حلقات. زرع الحلقات طبعا بيصلح له الانحراف، احيانا بيصلح 50 واحيانا بيصل لل 75%، ما بتصلح الحلقات بشكل كامل اكيد الا ما يبقى لو جزء بسيط من درجات الانحراف على القرنيه. نعم. بنقول للمريض طبعا احنا بنجهز له الامور والاختلاطات، طبعا زرع الحلقات ما لها كثير مو لكل العالم بتكون مريحه، لكن هي حل بديل عن وضع النظاره. نعم. السميكه او وضع العدسات اللاصقه، لانه معظم مرضى القرنيه المخروطيه نحن اول شيء بنبلش معهم بوضع العدسات اللاصقه القاسيه، في مرضى ما بيتحملوها فبنلجأ لهم. هلا هي موضوع القرنيه المخروطيه، بنيجي في عنا مرضى مثلا مثل هلا عندي الاسبوع الماضي اشتغلت لمريضين اجوني عند احد المرضى، مريضه هي عندها 13 درجه نقص، طيب انا هي 13 درجه نقص وعندها قرنيه رقيقه ما بتساوى لها ليزك مع انه ما عندها قرنيه مخروطيه، طيب يا دكتوره انا بدي حل، انا ست بيت وما بحسن اقعد بهالنظاره السميكه، يعني ما عم بحسن امشي بلا نظاره. لجأنا لشيء اسمه زرع العدسات داخل العين. شو هي زرع؟ شو هي هي التقنية؟ هي وعلى شو بتعتمد؟ نفسها نحن بنلجأ لأحيان وقت المريض بيصير عنده مي بيضة بنسحب المي البيضة وبنزرع عدسة. هي الصبية ما عندها مي بيضة بس عندها نقص شديد عالي، فبنلجأ لشيء اسمه زرع العدسات. وهلا صار في عنا شيء متطور اللي هي عدسات التري فوكال أو التوريك. كنا بالأول لما نزرع العدسة العادية البطوية المريض يحتاج للقريب نظارة المطابقة عنده بتروح، هلأ عدسة التريفوكال بتورجيكي صارت قريب وبعيد ومسافة وسطى، يعني هي عدسة متطورة غالية شوي لكن بتريحوا المريض من نظارة القراءة ومن نظارة البعيد. طب شو سلبياتها لهي العدسة وشو إيجابياتها وهل لها مضاعفات؟ هلأ نحن مضاعفاتها مثل مضاعفات أي عدسة من نزرعها بالعين، يعني ممكن يصير في التهاب بالعين، ممكن يصير في ارتكاس بالعين، يعني هذا أسوأ شيء ممكن احنا نخاف منه اللي هو موضوع الالتهاب، التهاب باطن العين، لكن نحن هيك حالات كثير نادره لانه نحن اذا متحرى العقامه والتقنيه العاليه بالعمليه ما بالعكس المريض بتضل مدى الحياه وبتضل مدى الحياه بيعيش معها طول عمره المريض عدسه داخل العين طبعا. نعم، يعني ميسان مثل ما عم نشوف تقنيات عديده ومتطوره وخاصه مثل ما حكت الدكتوره، يعني يمكن في شغلات كانوا يحتاجوا لنظاره ولكن هلا يلي بيحب النظاره فهو استغنى عنها بتقنيات العدسات. خلينا ايضا نحكي عن كحل زراعه العدسه، هو كحل دائم هلا صار مجدي ولا لا بديل للنظاره وخاصه كبار السن؟ خلينا نحكي كبار السن شويه اللي بيعانوا من عده امور، احيانا بيجي حدا كبير بالعمر عمل مي بيضة بيرجع بيكررها، يعني بيرجع بيكرر العملية تبع المي البيضة أو سواء المي الزرقاء حسب. هل زرع العدسات هو حل دائم وخاصة لكبار السن؟ هلأ شوفي نحن موضوع المي البيضة متى ما صارت عند المريض ما عاد في خيار آخر، يعني أنا بيجيني كتير أحيان مرضى جايين يعملوا ليزك، يعني نحن دكتورة جايين نعمل ليزك بتفاجأ وقت بفحصهم لا عندهم مي بيضة، هدول طبعا ما بنحسن نعمل ليزك لانه نحن وجود الكتاراكت او الساد او الماء الابيض اجباري هذا يستدعي انك تشيليه، لانه نحن اذا تركناه بده يتطور وكل ما تطور نحن هلا صرنا نشتغل طبعا الساد بدون جراحه بطريقه الفاكو الالتراساوند، فاذا بدنا نتركه كثير يتحول لشيء اسمه الساد المورغاني يعني مفرط النضج بنخاف انه المريض يحتاج جراحه، فلذلك نحن بنفضل انه المريض طالما صار عنده تدني بالقدره البصريه ما عم يشوف منيح والنظارة ما عم تصلح له تمام الرؤية بدنا إجباري نلجأ لزرع العدسات، هذا صار خيار يعني الوحيد. زرع العدسة بنزرع العدسة وبيعيش معها المريض بشكل دائم. هلا شيء انه اسمه انه يرجع يعمل عملية مرة ثانية مي بيضة ما في هيك شيء، بس احنا العدسة وقت ما نزرعها هي بتركب على غشاء اللي هي المحفظة الخلفية، هذا الغشاء احيانا مع تقدم العمر او مع اللي هي بيصير فيه مثل كثافة عليه، يعني مثل انت عندك بلور
صار هالبلور وسخ، بدك كل فتره تمسحيه مشان يرجع نظيف، مشان يصير كلير. نحن ما طبعا كل فتره، نحن بعد العمليه اقل شيء بيمضى 3 شهور 4 شهور، اذا لقينا هالمحفظه متكسفه بنعمل لها ضربات بشيء اسمه ياج ليزر، مو ليزك، ياج ليزر. نمسح المحفظه هاي، بنسقبها على شكل فتحه كبيره، بصير بقى الرؤيه عند المريض اوضح، يعني بصير الغشاء اللي قاعد ورا العدسه مفتوح مثل انت جلاله وكشفتي له اياها مشان يشوف احسن. هلا بالنسبه للكبار هن اكثر شيء بيعانوا من موضوع القريب، يعني انا دكتوره زرعت عدسه بس انا ما عم اقرا، يعني انا انت زرعتي لي عدسه ليش زرعتي لي وما عم اقرا؟ طبعا مالك رح تقرا، لانه نحن كل شيء اعمار فوق ال40 صار عنده شيء اسمه مد بصر شيخي، ان كان زارع ولا مو زارع. تمام. بس اللي زارع ما له حل غير النظارات. هلا له حل قلت لك اياها، اما النظاره او انه يزرع المريض عدسه تريفوكال اللي هي قريب وبعيد، لكن العدسه مكلفه، يعني العدسه لحالها بتتجاوز احيانا حقها بين $1,000 واكثر كمان بشوي. فالمريض يعني ما عنده كل العالم عنده هي القدره. تمام. ما عنده قدره على زرع العدسه. لا اللي عنده قدره وعم يزرعها كثير عم يكون مبسوط منها، يعني العدسه لانه شغله كثير حضاريه. وهي كمان يعني دكتوره العين العالم بتخاف، يعني اي حدا بده احيانا يستغني عن النظارات وبيقدر يعمل عمليه ليزر ويكون تصحيح البصر سهل، بس الناس دائما عندها خوف من اي مضاعف، من اي مضاعفات، من اي سلبيات، او بتقول لك ممكن يرجع على بعدين النظر ينكسر ممكن. يعني هي العالم نحن كيف بنقدر نطمنهم بانه بعد سنين مثلا، بعد كم سنة من الليزر أو من زرع العدسات كيف بتكون حالتهم الصحية بشكل عام؟ هلأ نحن كيف لازم تكون المتابعة؟ هلأ نحن أنا كل مريض بيجي لعندي بيقولي أنا حابب أعمل ليزك أو ليزر، بدي صلح، بدي استغني يا دكتورة عن النظارة. أنا قبل كل شيء بنصحه أنه إذا أنت مالك مزعوج من النظارة خليك النظارة. يعني نحن دائما عنا أنه النظارة هي أكتر شيء سيفتي، صح، أكتر شيء آمني. بعد من هالشغلات الثانيه صفي هي رفاهيه، يعني احنا بتندرج عمليات الليزك تحت شيء اسمه عمليات تجميليه بيعتبروها، ما لها هي عمليه امرجنسي، ما لها اسعافي ولا لها ضروريه. بينما العدسات تماما لا ضروريه. انت اذا انت مثلا هلا في ناس شغلهم بيتطلب انه مثلا يستغنوا عن النظاره، السباح مثلا اللي بيسباح، مثلا اللي بيطلع عارضة الازياء مو معقول مثلا تلبس نظاره، الفنان كذا. هلا هن بس صايرين موضه. ايه في مهن معينه بتقول لك انا مثلا والله مالي ست البيت، في نظارات كثير حلوه دكتوره، دائما بتلاقي في اولاد بين ايديها وعندها شغل. تماما. بتقول لك انا حامل البيبي وبدي احط النظاره عم يشيل لي اياها. تماما. في حالات ضروريه انا بقول له هي، بس هلا صارت كله انه ما بدي انا البس نظاره مشان اني اخذ راحتي، فز راسا على عملي او على جامعتي مالي لابس نظاره. ايه هلا موضوع انه يصير عندنا اختلاطات وارد. هلا نحن ابسط الاختلاطات وانه يصير عند المريض اندر كوركشن او اوفر كوركشن، يعني مثلا ما يتصلحوا كل الدرجات. ايوه. هلا احسن الاجهزه بالعالم يعني الا ما تخلي احيانا نص او ربع درجه، ما في شيء عندنا التصحيح نحن 100%. حتى بعمليه الليزر؟ حتى بعمليه الليزك. هلا في عندنا حالات صار عنده المريض زيرو، يعني بتشوف بتعمل له فحص بعد ليه عنده الاوتو زيرو انه ما عنده درجات ابدا. في حالات بس كمان الحالات اللي عم يطلع عنده ربع ونص مو معناته هي عمليه فاشله، لا هي العمليه يعني يكون عنده اربع درجات في النهايه. تماما تماما. هو في ناس ما بتشعر فيها، في ناس ما بتشعر فيها، بس في ناس مثلا بالفحص الروتيني راحت لعند طبيب ثاني والله بقى يالك نص درجه، اوف انا مو هيك، انا قايله للدكتور يروح لي كل الدرجات. ما في عندنا هيك نحن شيء، نحن عندنا احدث جهاز ليزك في عندك ارتياب زائد ناقص ربع او نص، هذا الشيء الطبيعي. بس فرضا هالمريض عمل عمليه وزاد عنده درجه او درجه ونص، تماما بتفرق معه، بيقول لك انا لسه ما عم شوف. فنحن في عندنا شيء اسمه اعاده، يعني ممكن احنا نعيد العمليه بس طبعا لا يمضى شهرين اقل شيء، بنريح القرنيه بنرجع بنعيد الصوره، اذا السماكه بتسمح ممكن نعيد. هي هذا يعتبر ابسط اختلاط نحن. هلا الاختلاطات الاسوء ممكن يصير في عندنا اختلاطات اسوء اللي هي بتندرج تحت شيء اسمه التهابات القرنيه، ممكن يصير في عندنا التهابات بالقرنيه، خراجات، قرحات، ممكن يصير في عندنا تنمي بالخلايا الابتلياليه تحت طريق تحت الفلاب، هي بنقول لها السحارة سيندروم، ممكن يصير عند المريض وبيبطل يشوف. طيب يا ترى هاي المضاعفات بتجي نتيجه شو؟ يعني ليش ممكن تكون هيك في خطر يعني على عين المريض؟ هلا احيانا اذا المريض فايت على العمليه وهو مريض، يعني مثلا مرشح والطبيب تجاوز هالشيء هذا، ممكن تنأذى العين. جرثومه يعني. لا المفروض وقت يكون المريض فايت على عمليه الليزك يكون صحيح، تماما، ما يكون في رشح، ما يكون في التهابات، حتى اذا بيرتدي عدسات لاصقه المفروض يكون شالحها فتره طويله،
عم ياخذ قطره دمع صناعي وعامل صوره مزبوطه وبعدين يفوت على العمليه. يمكن دكتوره الشخص او مناعه الشخص او تجاوب الشخص سواء للعمل الجراحي كمان بيلعب دور، يعني مثل ما حضرتك حكيتي انه ما في شيء اسمه 100% يعني، بس في اشخاص لا احيانا بتزبط معهم 100%. يمكن تجاوب الشخص وايضا بالالتهابات والالتهابات القرنيه كمان مناعه الشخص وقوه جسمه بيلعب دور. حتى قديش بيلعب دور هذا الشيء؟ طبعا بيلعب دور. نحن في عنا امراض اذا موجوده بالجسم ما بصير تعملي ليزيك، يعني مثلا مريض السكري ما بصير تعملي له ليزيك. المرضى اللي عندهم امراض مناعه ذاتيه مثل الزيبه الحماميه مثل داء بهجت هدول ما بصير تعملي لهم ليزيك. في امراض محدده دول ما بنقرب على العين ابدا على القرنيه لانه بينأذوا. هلا في عندنا شغلات ثانيه احيانا بتظهر بعد العمليات الليزك، يعني اختلاطات بتكون احيانا نتيجه تقصير الطبيب. بشو قصر الطبيب؟ انا في عندي صوره طبوغرافي قبل العمليه بدي اساويها. هلا الطبيب المفروض يقرا صوره بشكل جيد، لانه يعني الطبيب اذا ما عم يعرف يقرا صوره بشكل جيد هو مصيبه. في شيء عندنا نحن شيء اسمه انه حدوث اكتاجيا بعد العمليه. حدوث الاكتاجيا بعد العمليه يعني انت قلبتي القرنيه من قرنيه طبيعيه لقرنيه مقروطيه. روحتي عليه فرصه المريض استمتاع بالنظر بالنظاره، لانه اذا صار عنده قرنيه مقروطيه حتى النظاره ما عاد يشوف فيها. في حالات بالصوره مثلا انا طلعت اجت عندي صوره لقيت عندي قرنيه رقيقه، عندي الكيات عاليه، عندي الافرج الباك اليفيشن عالي، في معايير محدده، انا اذا لقيتها عاليه ما لازم اقرب على القرنيه. بقول المريض انت روح خليك على نظارتك. احيانا بيزعل بلي يا دكتوره بس انا عملتي لفلان واخي ابن عمي وزبطت. مو شرط، بس انت قرنيتك ما بتتحمل. انا اذا ساويت لك اياها بدك تبطل تشوف حتى بوجود النظاره. فنحن لازم كمان الطبيب يعرف يقرا صوره الطبوغرافيا بشكل جيد ليحسن تكون العمليه ناجحه ويكون المريض صحيح، عيونه ما فيها التهابات، تعقيم الادوات يكون جيد، تعقيم غرفة العمليات جيد، وبعد العملية الإرشادات. يعني نحن بعد العملية بنقول للمريض لازم ما تحك عيونك، ما تفرك عيونك لمدة 15 يوم، هذا الفرق هو أكثر شيء ممكن يأذي لك عينك ويفشل العملية. بالنسبة للصبية بلا ما لازم تحطي مكياج، لا مسكرة لا كحلة خلال أول كمان 15 يوم. في عندك الحمام، أي شيء ممكن يعرض للجراثيم. تمام، ما بصير تدخل الشامبو والصابون لعينك أول أسبوع، بعد أسبوع بسمح له بالحمام. سباحة، ما بصير تمارس السباحة أول شهرين مثلا، تنزل بمية الكلور. كل هالشغلات هي التوجيهات اللي بعد العملية. صحيح. وطريقة أنه يأخذ الدواء كتير مهمة كمان بنجاح العملية. تمام دكتورة، يعني في إجراءات قبل العملية وإجراءات بعد العملية وكلها إلى أهمية وإلى دور بنجاح العملية. اليوم نحن بسوريا كيف واقع هاي الجراحات العينية؟ يعني خلينا نحكي بالنسبة للتطور العالمي كيف سوريا عم تلاحق هذا الموضوع من ناحية الأجهزة من ناحية الخبرات؟ بصراحة نحن يعني عنا يعني في عالم يمكن ما بتعرف عنا نحن كتير تطور بموضوع الليزك. عنا أول شيء خبرات، في عنا أطباء كتير ذو خبرة بهالقصاص تعبانين على حالهم، والأجهزة اللي عنا كتير متطورة. يعني أنا بتذكر بال 2007 بلشنا نحن ندرس وقتها موضوع الليزك وجبنا أول جهاز ليزك للدولة، كانت أول هي بمشفى المجتهد جبنا جهاز متطور جدا ألماني، يعني حتى في مشافي خاصة ما بتحسن تجيبه. نحن كان موجود عنا، كنا نشتغل حالات كتير، أحيانا اشتغلنا فوق 20 مريض نقعد من الصبح للمساء ونحن عم نشتغل حالات. معظم نتائجنا كانت كتير رائعة لأنه كنا عم نعمل دراسة جيدة للمريض، ندرس المريض قبل بوقت، نعمل له فحوصات جيدة. موضوع العقامة وجهازنا كان متطور وما زال موجود واشتغلنا حالات. هلأ حتى بالمشافي الخاصة كمان الحمد لله في عنا أجهزة كتير متطورة موجودة بمعظمها اللي موجودة بالدول الأوروبية، حتى في عنا دول عربية الأجهزة اللي عنا يمكن هن ما عندهم إياها. لا الحمد لله موضوع الليزك عنا كتير متطور، عنا دراسة صارت جيدة، المؤتمرات اللي كل سنة عم تصير عنا بالبلد عم يكون فيها خبرات تشرح هيك حالات وعن كل شيء حديث ومتطور بموضوع الليزك كتير، هذا عم يساعد كمان لأنه المريض يحصل على أحسن نتيجة. أكيد يمكن هذا التطور واضح، يعني كان واضح وخاصة لأطبائنا السوريين، نوجه لهم أكبر تحية لأنه أغلب الأطباء برا هنا سوريين وناجحين جدا. أكيد نحن بنفتخر بأطبائنا، بنفتخر بمشافينا الحكومية اللي ما زالت رغم ظروف الحرب عم تجيب لسه أجهزة أيضا للمواطنين يمكن بأسعار شبه مجانية. كل الشكر لك دكتورة.
دكتوره فاديه على المعلومات اللي فتينا فيها، وان شاء الله يا رب هيك يكون لنا لقاءات اخرى، والسلامه للجميع. شكرا لاستضافتكم كمان لي، يعطيكم العافيه. شكرا كثير لك دكتوره وللمعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا لكم.